ورا كل باب في حكاية. بجد مش قادرة امشي ولا خطوة كمان. تعبت يا أوام كده؟ أوام؟ حرام عليك، ده احنا بقالنا ساعة ونص ماشيين. تعالي نسند على أي عربية لغاية لما نشوف هنعمل إيه. يلا. بقى يا رب اليوم اللي نبدأ فيه سنة تانية لعلاقاتنا يبقى بهدلة كده. طب أنا عندي حل. بسم الله عليكي. وش اللي وقع منك؟ تروحي؟ بس انا عايزه ابقى معاك. اكيد ما اقصدش، بس انت شايفه مفيش حل قدامنا غير كده. بقول لك ايه، هطلع اشوف لو ماما فوق احور عليها واحاول اتصرف في فلوس. حواري كويس. ماما ماما ما لقيتش ماما ولا الفلوس، بس لقيت مفتاح شقه اخويا عمال. ايه رايك نروح نقعد هناك شويه ننسى البهدله دي؟ طب يلا بينا. هي دي العماره. طب انت متاكده ان مفيش حد فوق دلوقتي؟ 300 مره انه مهاجر. طيب اطلعي اطلعي انت دلوقتي وانا هطلع وراك. يلا. طيب الدور التالت الشقه على الشمال. ماشي اطلعي اطلعي اطلعي. طيب دي لسه واقفه هنا؟ المفروض يفتح. بص خد. لطيف بس مكتومة شوية. الحمام فين؟ هنا. يا لهوي، ده انا كان شكلي عار قوي. احمد على فكرة الشقة دي مفيهاش ولا مية ولا نور. معلش كلها ساعة ولا اتنين وننزل. ايه ده؟ وريني الصورة دي. لا مش هوريها لك. وريها لي. لا مش هوريها لك. وريني الصورة. بس يا احمد بقى شكلي كان نار قوي. بس انتي متغيرتيش. يا سلام، يعني انا لسه شكلي عار؟ لا طبعا. ما تيجي نقعد. Mm-hmm.
معلش انا عارف النهارده كان يوم صعب وما كانش ينفع يبقى كده، بس انا مبسوطه. انت بتعملي ايه كل ده؟ هبقى احكي لك بعدين. هنشوف لنا مكان تاني بقى لغايه لما الماتش ده يخلص. بيب بيب اهلي. سرير انت ناوي تعملي فيه ايه؟ بس بقى بهرج معاكي. عايز كم ولد؟ اتنين، ولد وبنت، بس يقعدوا ساكتين. يا سلام، وانا اجيب لك منين الساكتين دول؟ عطشانه. ادهم سافيناز هاتوا ميه لماما. على فكرة عنده حق أخوك يا هاجر، هما عايشين معاه هنا. عبد السلام أنا اتأخرت. سامعني؟ زمان ماما قلقت عليا كده. سامعني؟ يلا ولو قالك هات موبايلك أكلمها. فصل، يلا كلميها من تحت. طيب فين المفتاح؟ انت اللي فتحت بيه، انا ما خدتوش. مش فاكر حطيته فين. يمكن وقع. تعالي ندور عليه. حل غير كسر الباب. جيران واهلي وانا